بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور.
فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحببوا إلي فتبغضوا إليك، وتتوددوا إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطاول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام، والفضل والإنعام والإحسان، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أصلي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا، وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من
خشيتي ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح أو يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحم وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه عما يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز بهم وانصره وانتصر بهم وانصره نصرا عزيزا
وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك، حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتضاور الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللنا، وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، نهدي ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.
يا الله. السلام عليكم. عفوا، صوتي واضح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم سادتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. كلامنا اليوم إن شاء الله هو كلام تأسيسي، كلام في الصميم، في صميم الدين، في صميم المذهب، وهو أمر متعلق بالهوية، بهويتنا الدينية، بهويتنا الشيعية التي نفتخر بها بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الآخرين. هذه الهوية الراسخة نريد أن نزيد في ترسيخها، نريد أن نؤمن بها من أعماقنا وأعماق أعماقنا، حتى يأتي اليوم الذي نلقى فيه الله سبحانه وتعالى ونحن على يقين بهذه الهوية، ونحن على يقين بولايتنا لأئمة أهل البيت عليهم السلام، لنلقى الله سبحانه وتعالى وهو إن شاء الله راض عنا بذلك. كلامنا اليوم إن شاء الله هو في الإمامة، وفيه إن شاء الله تقويم إجمالي سريع ومختصر إن شاء الله حول النظريات التي اختلف فيها الناس في تعيين الإمام وفي تشخيص الإمام الذي تجب طاعته. أولا أورد لكم أيها الإخوة المؤمنون رواية أوردها الشيخ الصدوق رحمه الله في كتابه ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. هذا الكتاب كتاب للشيخ الصدوق رحمه الله، وهو من أعلام هذه الطائفة المحقة، وله كتاب من لا يحضره الفقيه. هذا الشيخ رحمه الله ذكر في رواية من الروايات التي أوردها في عقاب الأعمال، وهو في تحت عنوان عقاب من مات لا يعرف إمامه، في الرواية عن أحد الأصحاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
هذا الرجل يسأل الإمام عليه السلام أنه هل هذه الرواية بالفعل صدرت؟ هل هذه الرواية بالفعل صدرت من النبي صلى الله عليه وآله؟ وإذا صدرت فمن هو مصداقها؟ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. يسأل الإمام: هذا صحيح؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: أحوج ما يكون إلى معرفته إذا بلغ نفسه هذا. فقال: لقد كنت على أمر حسن. مضمون الرواية أنه هذا يسأل الإمام عليه السلام ماذا؟ أنه هل هذا بالفعل، هل بالفعل أن من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ فالإمام عليه السلام يوافقه على ذلك. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال: منا الإمام المفروض طاعته. منا يقصده منا أهل البيت عليهم السلام. من جحده مات يهوديا أو نصرانيا، والله ما ترك الأرض منذ قبض الله عز وجل آدم عليه السلام إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله حجة على العباد، من تركه هلك ومن لزمه نجا حقا على الله. هذه روايتان أحببت أن أوردهما لكما من مصادرنا. وهذه الرواية أيضا قد وردت في مصادر العامة، فهي أيضا مورد اتفاق بين المسلمين جميعا بوجوب تنصيب إمام يطيعه الإنسان، وتكون لهذا الإمام الولاية على نفسه وعلى غيره. لذلك يقول أحد علماء أهل السنة، يقول: ما سل سيف، مضمون كلامه، ما سل سيف في الإسلام كما سل في الإمامة. فالإمامة نظرية أصلها جوهرها يؤمن بها كل المسلمين، غاية الأمر الكلام في تشخيص الإمام. وفي النظرية التي يعتمد عليها في تشخيص الإمام. زين، فالآن نذكر إن شاء الله النظريات الثلاثة الأساسية التي اختلف فيها في تشخيص الإمام. فهذه إذن قواعد كلية بها الضابطة التي يتعين بها الإمام. وطبعا من خصائص الإمام أنه تكون له الولاية، تكون للإمام الولاية على نفس المأموم، فإن له حق الطاعة، وإن له الولاية على ماله، بل وربما على نفسه إلى آخره. الآن سنأتي إلى النظريات الثلاث. النظريات هي ثلاثة. الأولى هي انعقاد الإمامة بالغلبة. الثانية هي نظرية الاختيار. والثالثة هي نظرية النص. نأتي إلى واحدة واحدة تباعا إن شاء الله. النظرية الأولى، وهي نظرية قد تبدو غريبة بعض الشيء للإخوة المؤمنين، ولكنها قد قال بها بعض علماء العامة الكبار. يقولون هنا
أن الإمام هو الذي تكون له الغلبة. إذا مثلا وجد مرشحان للإمامة وتعاركا واقتتلا وسفكت بعض الدماء، فإنه حينئذ يكون الغالب الذي أمسك بزمام الأمور فعلا انتصر، يعني فلا يستطيع أحد آخر غلبته في الوقت الحالي. هذا من؟ هذا يكون الإمام، هذا هو الذي يكون الإمام. هذه عفوا، هذه النظرية الأولى التي يعتمد عليها العامة. انظروا ماذا قال أحد علمائهم، هذه رواية ينقلونها هم، يقولون: من غلب ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. فإذا هنا المعيار في تشخيص الإمام هو بالغلبة. الآن هذا الإمام هل هو بار؟ هل هو فاجر؟ هل هو كيزيد بن معاوية شارب للخمور وراكب للفجور؟ أم هو من نحو آخر حاله نصف نصف، تارة يكون مؤمنا يتظاهر بالإيمان وتارة يظهر فسقه، أو أنه كان مؤمنا دائما؟ هذا ليس معيارا في تشخيص الإمام، وإنما المعيار بحسب هذه النظرية هو في القوة العسكرية وفي التسلط. فإذا تسلط وكان قويا وغلب الآخرين فإنه حينئذ يكون هو الإمام، وإلا فلا يكون إماما. وهذا من العجائب والغرائب فعلا أن يؤمن أحد بهذه الفكرة. ونقول إجمالا في ردها، يعني هذه لا أظن تحتاج إلى كثير مؤونة في ردها، إلا أنه نقول في ردها أن الأصل في الموقف الشرعي من الفئات التي تغتصب السلطة الشرعية مو الاستسلام لها، وإنما الرفض والرد. لماذا؟ نحن عندنا فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى قد صرح في هذه المسألة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا كان الحاكم ظالما فإن الله سبحانه وتعالى قد صرح، عفوا مو الحاكم، الإمام، فإن الله سبحانه وتعالى قد صرح وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الظالم؟ هذا من المحذور. الله سبحانه وتعالى يقول من جهة أطيعوا الظالم لأنه هو الإمام، ومن جهة يقول لا تطيعوا الظالم، بغض النظر إذا كان أمره بظلم أو بغير ظلم. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا.
هذا الظالم من غير نظر أن هذا أن هذه الطاعة هل هي طاعة في حق أم هي طاعة في باطل. يعني بعبارة أخرى أنه هل أمر هذا الإمام بأمر فيه مثلا مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى أم غير مخالف؟ هنا قالوا شنو؟ لا تركنوا إلى الذين ظلموا، فالكلام في الشخص وليس الكلام في من؟ في الأمر نفسه. جيد، هذه النظرية الأولى، وأظن لا تحتاج إلى كثير مؤونة في الرد عليها. الفكرة الثانية أو النظرية الثانية التي اعتمد عليها المخالفون في تشخيص الإمام هي نظرية الاختيار، وهذه ربما هي الأكثر شيوعاً عندهم. جيد، ما هو مضمونها؟ ما هي خلاصتها؟ خلاصة هذه الفكرة هو أنه إذا اجتمع بعض المؤمنين من أهل الحل والعقد على شخص ما فإن ذلك يكون كاشفاً عن إذن الله تعالى بإمامة ذلك الشخص، وعلى ذلك يكون اختيار الناس للإمام هو مصدر الشرعية، فهم الذين اختاروه، الناس هم الذين اختاروا ذلك الإمام، أهل الحل والعقد هم الذين اختاروا ذلك الإمام، إلا أنهم اعتبروه كاشفا عن إرادة الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك كانت ماذا؟ حركة السقيفة. طبعا هؤلاء الذين نظروا استندوا على الأمور التي جرت في السقيفة، وكأنما أن الذي جرى كان أصلا صالحا لأن يكون يعني دليلا للتشريع، مع أن ذلك ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس. فإذا اجتمع أهل الحل والعقد على شخص ثم بايعوه، لا بد ماذا من المبايعة، فإنه حينئذ بعد لا تجوز مبايعة إمام آخر، فالمبايعة تكون لشخص واحد. زين، وقع خلاف في هذه النظرية أنه كم هو أقل عدد تنعقد به البيعة؟ يعني متى إذا بايع الناس رجلاً لا يصح مبايعة أي شخص آخر؟ هنا وقعوا في حيص بيس، منهم من قال أنه لابد من وجود 40 شخص كحد أدنى لتثبت الإمامة لذلك الشخص. زين، 40 عدد لا بأس به، هم قول ذيلا من أهل الحل والعقد، النظرية يعني نقول جيدة قابلة للقبول من باب أنه اجتماع للأمة، 40 شخص من أهل الحل والعقد جيد، نفرض هو من شيوخ العشائر مثلا، هسه جاء شيوخ العشائر عندنا مثلا في العراق أعدادهم كبيرة جدا، لكن عدد 40 لا بأس به. زين، فهؤلاء اجتمعوا 40 من أهل الحل والعقد وبايعوا، فحينئذ تكون بيعتهم نافذة ولا يجوز حينئذ مبايعة أي شخص آخر. زين، منهم من قال لا، 40 هواي، نحن نكتفي بالخمسة،
بل منهم من قال نكتفي بالثلاثة، ومنهم من قال نكتفي بالاثنين، ومنهم من قال ماذا؟ يكتفى ببيعة رجل واحد في انعقاد الإمامة. يعني أنه إذا جاء شخص واحد، إذا لم يكن ثمة إمام في الخارج، وجاء شخص وبايع رجلا آخر على الإمامة، فإنه حينئذ تثبت الإمامة لذلك الشخص. وهذا أمر غريب جدا أيضا. كيف نرد على هذه النظرية؟ في الواقع أن الرد على هذه النظرية أيضا رد يسير وليس هو بالعسير. كيف نرد عليها؟ أولا نقول أنه لا دليل على كل ما قالوه، لا دليل موجود على صحة هذا الرأي. حتى على فرض قلنا بأنه أمرهم شورى بينهم، شورى بينهم، لكن من قال أنه مثلا واحد يكفي فقط في الشورى؟ حتى 40 بالنسبة إلى عدد الأمة المليوني ما هو؟ هو لا، يعني لا يصل إلى حتى مستوى 1%، بل لا يصل إلى 0.1% من عدد الناس الموجودون في ذلك في جسد الأمة الإسلامية. فإذا الأول أنه لا دليل على ذلك. ثانيا الله سبحانه وتعالى قال إن الحكم إلا لله، إن الأمر كله لله، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء وما كان لهم من دون الله من أولياء قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، إلى آخره من نصوص. في الإمامة نحن قلنا أن الإمام له ولاية على غيره، له ولاية على مال المأموم. فإذا مثلا رأى المصلحة في أن يأخذ المال، مال هذا المأموم، ويستبدله بمال آخر، فإنه له الحق الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الحق بالولاية على أموال الناس. فإذن هذه الولاية تحتاج إلى أن يفيض صاحب الولاية على المولى. بعبارة أخرى أن الولاية أصلها أنها تكون لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي يعطيها إلى غيره من الأئمة. فهنا نسأل، هل هناك دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطى فلانا هذه الولاية أم لا؟ نقول لا دليل صريح عليه، بل هذا مخالف لظاهر الأدلة. انظروا إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى في إعطائه الولاية للنبي صلى الله عليه وآله. قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن
الولاية هذه لابد أن تكون من الله سبحانه وتعالى على ذلك الشخص. ثم على فرض أننا قلنا أن الولاية تنفذ بالبيعة وباجتماع أهل الحل والعقد كما فيها على فرض أننا قلنا أن الولاية تنفذ زين، إلا أننا نجد عند المخالفين بعض النصوص التي تخالف هذا الأمر. يعني هم من جهة يقولون أنه لا بد من الاجتماع والبيعة، وفي المقابل هناك نصوص يعتمدونها هم وتدل على خلاف ذلك. أقرأ لكم هذه الرواية. روى أحمد بن حنبل في المسند أنه قيل: يا رسول الله، من يؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا الأول باسمه، في الرواية أن لن أذكر الأسماء، قال: إن تؤمروا الأول تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وأن تؤمروا الثاني تجدوه قويا أمينا لا يخاف في الله لومة لائم، وأن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الصراط المستقيم. فكأنما عين النبي صلى الله عليه وآله هذا الأمر للناس. على كل حال، هذا الأمر واضح الفساد، وإذا بينا النظرية الثالثة في هذه المسألة سيتضح ما هو الصحيح في هذه المسألة، وهي ماذا؟ وهي في تعيين الإمام. النظرية الثالثة وهي النظرية التي يؤمن بها أتباع أهل البيت عليهم السلام. هذه النظرية هي نظرية النص. ما معنى النص؟ النص معناه أنه يوجد دليل قطعي من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله يدل على ثبوت الولاية لشخص ما، فتثبت له الولاية بهذا الحكم. فكما أنه ثبتت للنبي صلى الله عليه وآله الولاية بحكم من الله بشكل مباشر، فإنه حينئذ تثبت الولاية لذلك الشخص من الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر أو بواسطة النبي صلى الله عليه وآله. والذي يثبت بواسطة النبي صلى الله عليه وآله إنما هو ثابت من الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر، لأن النبي صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نذكر طبعا، قبل أن نذكر الدليل على ذلك أريد أن أشير إلى نكتة هنا يشير إليها بعض العلماء في الفارق ما بين هذه الفكرة، ما بين هذه النظرية وهي نظرية النص، وما بين النظريات الأخرى. هذه النظرية قائمة على محورية الله سبحانه وتعالى، محورية التوحيد في حياة الناس، بأن الله سبحانه وتعالى هو المحور، هو المعين، هو الذي يختار الأصح والأنسب للناس. بينما بناء على النظريات الأخرى فإن الإنسان يكون هو المحور، هو الذي يحدد الأصلح له،
وعدم الإصلاح. فإذا هنا في هذه النظرية المحورية تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نذكر بعض النصوص التي تدل على هذه النظرية. النص الأول الذي يدل عليها هو قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما وليكم الله يعني أن الولاية تكون أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله، أن الثاني في المرحلة الثانية الذي له الولاية على الناس، والرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بالمرحلة الثانية تكون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله. بالمرحلة الثالثة تكون لمن؟ للذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد أجمع العلماء على الأقل تكثر القول عند علماء الفريقين أن هذه الآية إنما نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام، أنه عندما كان يصلي جاءه فقير وطلب منه مالا فأعطاه أمير المؤمنين عليه السلام خاتمه: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا هو المستند الأول. المستند الثاني، مراعاة لاختصار الوقت، نذكر مستندا ثانيا أساسيا ومهما جدا في هذه النقطة، وهو حديث الغدير. هذا الحديث، حديث الغدير، من عظمته انظروا، العلامة الأميني رحمه الله ألف كتابا من 12 مجلد حتى يثبت أن حديث الغدير إنما هو ثابت عند جميع المسلمين وبالتواتر، ولا سبيل للقول بأن هذا الحديث لم يصدر من النبي صلى الله عليه وآله. حاصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله من بعد حجة الوداع قال للمؤمنين: أنا بعد ما أدري السنة القادمة أكون معكم أو لا أكون معكم. ففي نقطة من النقاط المهمة التي يتوزع فيها الناس كل إلى بلده، النبي صلى الله عليه وآله أوقفهم وأوقف عليا عليه السلام وجمع الناس وصنع له بتعبيرنا منصة ووقف فوقها، وأوقف عليا عليه السلام بجانبه ورفع يده حتى بان بياض إبطيهما عليهما السلام، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا بحسب علماء اللغة هذا اسم ماذا؟ اسم إشارة، وهو من المعارف، يعني هذا المشخص، هذا المعين، ولا سبيل إلى أن يكون غيره. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، إلى آخر الرواية. ثم تفرق الناس. ويقول العلماء أن الذين كانوا موجودين كان عددهم يصل إلى 100,000، والبعض يقول يصل إلى 200,000. جيد. فهذا الحديث من الأحاديث المتواترة لدى جميع المسلمين بشتى مذاهبهم وطوائفهم، أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي له الولاية
من بعد النبي صلى الله عليه وآله. نعم البعض حاول قال أنتوا ليش مهولين، أنتوا أيها الشيعة تهولون في هذه المسألة. الولي يعني الصديق، يعني الشخص الذي أحبه. فكل الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله إنما قال يا جماعة ترى هذا علي صديقي، هذا علي أنا أحبه، هذا الذي يريد أن يقوله النبي صلى الله عليه وآله. لكن هذا معقول؟ النبي صلى الله عليه وآله يوقف 100,000 شخص وفي حر الظهيرة ويبايع عليا عليه السلام جمع كبير من المسلمين، حتى قال الخليفة الثاني بخن بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. معقول النبي صلى الله عليه وآله يفعل هذا الفعل العبثي فقط ليقول للناس يا جماعة ترى هذا صديقي، ترى نحن من زمان نعرف أنت أن علي صديقك، من زمان أنت تمدح في علي عليه السلام، حتى قيل أنه ما ورد مدح لأحد من الصحابة كما ورد في علي عليه السلام. فإذن الأخوة يقولون لي انتهى الوقت، إذن النظرية بس خلاصة وأنتهي إن شاء الله. إذن ثمة 3 نظريات في مسألة الإمامة. الأولى نظرية الغلبة وقد رددناها، الثانية نظرية الاختيار من الناس وقد رددناها، بقيت نظرية واحدة وهي نظرية النص، وعليها نص القرآن الكريم ونص قول النبي صلى الله عليه وآله، وعليه فلا بد لنا أن نلتزم بهذه النظرية التي صرح بها النبي صلى الله عليه وآله، فتثبت بذلك الولاية لعلي عليه السلام وللأئمة الذين أوصى لهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهم الأئمة 12 صلوات الله وسلامه عليهم، وفداهم أرواحنا وأرواح جميع العالمين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم سادتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear respected brothers and sisters. This is Sayyid Hosseini talking to you from Islamic Republic of Iran, the holy city of Mashhad. To you, my brothers and sisters from Arizona, Phoenix, Arizona. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعداء الله. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. It's my pleasure being with you, my brothers and sisters, once again. Here in Iran, the fourth day, and you there, the third night of the month of Ramadan, inshallah. We will be pleased to be at the service of the Holy Quran and be with this glorious book in the glorious month of Ramadan. I wish my voice is clear and everybody is hearing that. And we will continue, inshallah ta'ala, to the tafsir al-Qur'an al-Kareem wa tadabbur fih, and pondering on the holy verses of the Qur'an and contemplation on that. Thanks, Sayyid Musawi, for his articulated speech about the matter of vilaya and how to prove it according to the traditions and even the verses of the Holy Quran, that both fariqeen, the both sects of Islam, Shia and Sunni, believe on these proofs and arguments. Of course, other than these actually traditional and scriptural arguments, brothers and sisters, we also can have intellectual and rational arguments too. That is something common between all the people. Inshallah, that is Mr. Brother Sayyid Musawi's duty, inshallah, because he's speaking about the matter of vilaya. One session, he speak about the intellectual reasons. Those who are belittling the vilaya of Amir al-Mu'mineen Ali alayhi salam are actually belittling the matter and the status and the dignity of aql and the ration and the reason. That's so unfortunate, better to say, that the aql that Allah subhanahu wa ta'ala has created that as the first entity and the most important thing for the man, and the thing that he is going to judge the person through that aql, bihi yusab, bihi yu'aqab. Allah subhanahu wa ta'ala is judging through aql the people. He is judging and he is giving, dedicating, and he is also punishing and chastising through actually the aql. Okay, if we believe that, it's not enough for us to understand the pure realities of the universe. Of course, the details are about to be understood through the religion. As Imam Musa ibn Ja'far alayhi salam says, the external aql, who is the imam and who is the prophet, hujjatun zahira. And the one who is the, or which is the internal aql, which is my reason and which is my intellect. Some aspects of this universe are to be understood through this aql, and some of them are to be understood through the external argument, which is the imam and the prophet. We cannot say this is completely off. No, this aql understands, and that is the basis. That is the infrastructure, brothers and sisters. If there is not any aql, there would be no religion. That is your aql that tells you the world has a system. That is the aql that tells you this world is working with the rules
and accommodate it with laws. That is this aql. And this is the aql that tells you there must be a coordinator, there must be a cause behind this system, complex universe. When you look at your computer, your laptop, your cell phone, your aql commands you that there must be a maker behind it, though you have not seen the maker before. Many people have not seen Bill Gates before, many people, but they know, they are 100% sure, 100% sure that there is somebody behind this Windows operating system who is named Bill Gates. And not only this, but also they can say, what are the characteristics of this person? They can say how intelligent this man is. Okay, we cannot say about the universe, which is a big operating system. Although I cannot see, I cannot spot its creator tangibly through these two physical eyes, because he's not a physical creator. Although I cannot see that, but my heart and my intellect does not command me. It does not command me that there must be a man. That's something ridiculous if actually we do not believe in this case. So through aql and through reason, both together with the religion, with the commands of religion, inshallah, it's possible. And many people, unfortunately, do not believe in religion. So through the thing, through an element which is common between me and the other party, we can actually prove the existence of the other realities, to be's and not to be's, and to do's and not to do's. So it's also possible. Thank you. As a matter of fact, we are in the holy month of Ramadan. The banquets are spread in this month. The banquet of Allah subhanahu wa ta'ala is spread. And we have to care about this month a lot, lest we lose the chance. We lose the chance, brothers and sisters. This is the month that there is a host and there are guests. Allah subhanahu wa ta'ala is the host. Allah subhanahu wa ta'ala is the host. And we are the guests. And wa ni'mal Allah subhanahu wa ta'ala wa ni'mal sahib wa ni'mal sahib. He is the best owner. He is the best nourisher. He is the best coordinator. He is the best host. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in his khutbah al-sha'baniya, which is a famous one, has said, Ya ayyuhal nas, qad aqbala ilaykum shahrullah bil rahmati wal barakati wal mawfah. Rahmah, mercy. Mercy is spreading, is totally covering us in this month of Ramadan. You will understand from the depth of your heart when you enter the month of Ramadan, whether it is at the time of Sahar or whether it is at the time of Iftar, or it is during the whole day and night, you understand totally. You're sitting right now there in your houses, everywhere you are, at work. You feel a special kind of compassion, mercy. You understand totally a feeling of tranquility, a calm feeling of comfort, a feeling of peace and quietness. You totally understand it. You know, this feeling is understood by soul. Feeling is something that the actually psychologists term. It's a psychologist term. In Islamic term, we call it soul, spirituality.
This is the spirit that we understand. There is something here. When you enter, for example, the holy shrine of Imam Rida alayhi salam, when you enter the holy shrine of Imam Hussein alayhi salam, all the shrines of the Ma'sumin alayhi salam, you will understand, it's totally clear, even for an atheist, for a non-believer, there is something inside the walls. That thing is not existing behind the walls, and that spirituality does exist there. We have to care about this month. One of the ways, brothers and sisters, I say it and I mean it, all the scholars have said, and they meant it. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has strongly emphasized a lot of times to the people about the month of Ramadan. He says a long khutbah about this month, care about it. The month that awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ijabah. This month is so glorious, we have to care about it. So how? This is the question, a question mark is in our minds. How can we have, and how can we invite these blessings in the month of Ramadan? As the very verse I told you at the beginning of my words, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ. There is a hadith the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, all the scriptures of Allah subhanahu wa ta'ala who have been descended and who have been sent down from Allah to the prophets have been descended in this month, even the Bible, even the Torah. It seems that there is a special attention from Allah, the Exalted and the Glorious, to this month, especially the nights of Qadr. There is a special attention. This ayah tells us, it's not clear out in the outer world. We have to understand through the ayah, when there is a special attention to this thing from the creator of the world, then we must understand that there is something special here. There is something special here. When there is, for example, a piece of gold in the hand of you, you have a child in your house. Your kid is telling you, oh, father, what's that in your hand? He doesn't know that, for example, that piece of gold is precious. He will be actually so rich if he's going to keep that gold in his hand and keep it for himself. He doesn't know about that, how precious that piece of gold is. But when you look at it, when you keep it safely in your hands and you take care about that a lot of times, you have a special attention towards that piece of gold. Your child understands that this is something precious. Isn't it like that? He doesn't know how precious the gold itself is, but through your attention towards this piece of gold, he understands that how precious it is. A lot of things in our houses, there are books behind me, you see that. The clerics and seminarians and scholars and many of the people actually love their books, though they are only papers. They're not actually, their physical price are not that much, but their spiritual price are so big. Al-Kutubu Basatin wal-Ulama. They are the gardens for the scholars. Okay, how the other people would know that this is so precious for me or for anybody else? Through my attention towards this one. Through the attention that I am considering over this one, over this thing, this special object. Brothers and sisters, we understand that the month of Ramadan is something special, whether God has paid attention to it or not, because we see the blessings. We see the spirituality is spreading everywhere. Just pay a little bit attention. Think
about that. Let alone there is a special attention paid by Allah subhanahu wa ta'ala to this month of Ramadan. So care about it. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. And there are a lot of answers for this question, that how, as the logicians say, and the scholars say, أُسُّ الْمَطَالِبِ سَلَاسَةٌ عُلِمْ مَطْلَبُ مَا مَطْلَبُ هَلْ مَطْلَبُ لِمْ. When we want to enter to a special project or a special job, we have to answer three questions. مَطْلَبُ مَا, what is that? مَطْلَبُ هَلْ, that thing does exist or not, or it's something like an illusion, it's an ogre which does not exist in the world, for example. مَطْلَبُ لِمْ, and why it is like that, or how it is like that. So the question, the how question, is actually one branch of the lim question, why question. And in this regard, we have to answer this question, how. If you want to make a house, you have to answer this question for yourself. Theoretically, how I can make a house, and what is the strategic, actually, procedure for making a building, a construction building, for example. Also about the month of Ramadan is the same question. It is related about my future, brothers and sisters. It is related totally about my felicity, my salvation this month, only this month. Forget about the months before, forget about the months later on. As Amir al-Mu'minin alayhi salam says, الماضي قد مضى وما سيأتيك فأين قم فاقتنم الفرصة بين العدمين. Live in the present. Live in the present time. Just right now. Okay, you have done something in the past, whether it was actually gracious jobs, God actually loved those jobs, whether it was, God forbid, sinful acts. Okay, you're going to repent. You have done good jobs. And you don't know God has accepted those good jobs or not. But what about right now? And the future is not in our hands. We do not know the next year we'll just be alive to be actually staying alive, to be happy in this month of Ramadan or not, and enjoying the next month of Ramadan or not. What about, but we are at the present time, and it's at hand. And it's totally in our hands that we can say that, okay, right now, I can do it or not. Right now at this time, it's so important. This how is answered by one question, by one answer. This question is answered by one answer. And it is the Quran. You use Quran a lot. You see, Quran is revealed in this month, and Allah subhanahu wa ta'ala introduces the month of Ramadan with the revelation of Quran. Use your mind. What does it mean? Why Allah subhanahu wa ta'ala says this? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Why first says Ramadan and then says Quran? You know Ramadan, you know, alhamdulillah, all of you, the Arabic speakers. You know, Ramadan comes from the word Ramadan, which means burning. A burning, of course, which has no smokes or no ashes. No smokes or no ashes. What does that mean? It means that in this month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala is burning the sins. How beautiful is that? How beautiful, how great, and how gracious is this type of message to us? God is burning because he has a special attention to this month. We are the guest. Ramadan, God is burning our sins. Okay, how?
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Make yourself attached to the Quran. Try as much as you can the recitation of the holy book, but don't stay in that level. Don't stay in that level. Try to penetrate deep into the ayahs. Think deeply about the ayahs, tadabbur. You see, different times Allah, the exalted, the glorious, has said these ayahs. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. We have verily descended and sent down this book to you in the month of Ramadan, in the layali al-qadr, in the nights of Qadr. And the ayahs, other ayahs, is emphasizing on this reality. Man has the intellect. Think about it. Ramadan is to burn. Burn the sins. I know I am the sinner. And I know I am in dire need. Brothers and sisters, we have to understand this reality too. Well, I am in dire needs to the forgiveness of Allah. I am in dire needs to my sins to be burned, because the other world and also this world, and I'm, inshallah, one session, I will tell you about the sins that are related to this world also. The sins have direct influence to my life in this world, not only the hereafter. Okay, I am in dire needs to my sins to be burned, to be cleaned, because it is related to my felicity in this world here and the hereafter. So if you understand this dire need, you have to go after that or not. We have to. What is the path? The path is to attach to the source of creation, that Allah has made it precious, so precious for the people of the world. It's not a joke, brothers and sisters. My felicity is not a joke. Your felicity is not a joke. We have to think about it. And we have to think deeply about it to solve the problems, to solve the sins, to clean our sins, to clean our hearts, tahliya, and then decoration. The tahliya and the tahliya in this month of Ramadan, though there are a lot of actions and deeds, giving money to charity, to the people in need, to fuqara wal masakin, silatul arham, talking to friends, family members, father and mother, being kind to them. They're all these actions are fine. All of them are fine. But this special job, I tell you, if you do it, and you continue on that, you will see the barakat and the blessings of this job in this month. When you reach to the end of the month of Ramadan, I swear to God that, oh brothers and sisters, you will find yourself showered with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala if you do this. Recite Quran as much as you can with a contemplation on the ayahs. Thank you very much. My time is over. And inshallah, for tomorrow, we will talk a little bit more about the first ayah of the Quran al-Karim, of the opening chapter, Fatihatul Kitab, which is the Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And there are a lot of things in this case. We have a hadith and we have interpretation in this case. I bet you have not heard before the things that I'm going to tell you inshallah, tomorrow, about some useful tips and exegesis and interpretations and tafsir about the very ayah of the Quran, which a lot of times during the days of prayers, we repeat this ayah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and inshallah, it will be a guidance for all of us in our life. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. As it is
the turn for the second juz of the Quran. Inshallah, I recite for you one page and starting on page 22 with the writing of Usman Taha. And Surah Baqarah, verse 142. Before that, say salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Al-Juz al-Thani, the starting of Al-Hizb al-Thalith wa Surah al-Baqarah, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت إلا كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. I humbly ask my brothers and sisters to pray for us too, inshallah. Thank you. Ya manallah. Shukran, Sayyidina. Shukran. Sayyid Nasser, موجود. تسمعني؟ Inshallah. اليوم ويانا الحجي لبيب ابو علي هم راح يقرا قران ان شاء الله ان شاء الله تفضل سيد ناصر